الناس يتكلمون عن مشاهيرهم وعن عظمائهم. هذه الأمة، الأمة هذه فرطت في أنبياء الله ورسله الكرام. كنت قل لواحد، قل له شعيب عليه السلام، يقول لك شعيب، أكو قاعدين هنا كنت سمعوا شعيب، إيه شعيب، وين شعيب هذا، من هو شعيب، أين كان، لمن أرسله الله، كيف كان القوم معه، ما الذي عمله في قومه، ماذا فعل الله الذين صدوا شعيب عن الدعوة، وكل ما تعلق بنبي الله ورسوله شعيب. لكن عظماء الناس، مشاهير من الفنانين والمغنيين والراقصات والراقصين وصحاب الزندقة والخنا والفسق، يقول لك هذا كله تاع الأمريكان، هذا كان عنده كذا وسوى كذا وسوى كذا، فماذا تعرف أنت عن صالح؟ وش رأيك؟ أمة فرطت في أمجادها، ما عندنا حتى علاقة تربطنا برسول الله، حتى كي يكون القراو، سامحوني على هذا التعبير، هذا كي يكون القراو في رمضان، خاصة القرآن الآن يقرأ في رمضان، كاين الناس عندهم أوراد يومية، كل يوم يقرأ كتاب الله، وما يفوتش عليه نهار حتى يجيب الورد نتاعو، حتى يجيب ورده من القرآن الكريم، لأنه يعلم أن هذا هو السبيل، وهذا هو النجاة، هذا المخرج من الإحن والمحن والفتن والبلايا والرزايا، القرآن. فالأمة التي تقرأ القرآن في رمضان، ما عليش قلناها في رمضان، كي كنت تقرأ لوط، إبراهيم، إسماعيل، اليسع، ذا الكفل، كل من الصابرين، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين، أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سليمان أوزعني نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ها ذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين هذا القصص؟ ربط هذه الأمة، ربطها بماضيها المجيد، لأن هذه الأمة ما انتصرت ولا تمكنت إلا بسيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية ما مكنها الله وما رفعها وما أعلى من قدرها وشأنها إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالتوحيد وبالإخلاص، الذي جاء بالإسلام، الذي جاء بالنور المبين. الآن قطيعة بين هذه الأمة وبين ماضيها الذي ذكر في القرآن ولا زال مكتوبا في كتاب الله، وسيبقى حتى يسرع على هذا القرآن فيرفع إلى الله سبحانه. الناشئة سألوا ناشئتنا، سألوهم عن أنبياء الله، سألوهم عن رسول الله، لا شيء، الإجابة سلبية، قطيعة مريرة، أمر فاضع أن تترك الأمة سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، لا إله إلا الله، هذا هدى وهذه بشرى للمسلمين وللمؤمنين. يقول من أحسن أساليب التربية للناشئة القصة التي تشوقه، تذجبه وتشوقه،
فيذكرون له قصة المشاهير والفنانين والممثلين و أليس لنا في ديننا ما يغنينا من قصص قال الله عنه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حتى قصص المشاهير ولا والمغنين والفسق وأصحاب الخنا والمجون مليئة بالكذب، مليئة بالأباطيل، لكن قصصهم عليهم الصلاة والسلام: نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، وكله صدق وحق من الله سبحانه تبارك وتعالى. موضوع فرطنا فيه حتى نسيناه وأصبح لا يذكر بتاتا ونحن نقرأ القرآن، ولم نقف على قصصهم، ولم نستفيد، ولم نعتبر، ولم نأخذ الدروس. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. زد في ذلك، إذا أنت نظرت في قصصهم وتأملت وأخذت العبرة فقد شهدت بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن لما تكلم عن القصص، من أين لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، في قصة البتول مريم عليه السلام؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام عاش مع مريم؟ وما كنت بالجانب الغربي إذا أوحينا إلى موسى، هل عاش مع موسى عليه السلام؟ وهل عايش رسول الله عيسى عليه السلام؟ وهل كان حيا مع إبراهيم يوم أن قذف في النار؟ وهل كان في عصر لوط عليه السلام لما دمر الله تلك القرية وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود؟ النبي لما أخبرنا بقصص الأنبياء هذا دليل على صدق النبوة. من أن له أن يكلمنا بذلك؟ إنه الوحي، فقد جاءنا بالصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهو الصادق وهو المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إن في قراءتنا لقصص الأنبياء، إن في وقوفنا على حياتهم وما قاموا به في سبيل هذه الدعوة تثبيت لقلوبنا، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، الثبات. فإذا درست قصص الأنبياء وهم يبلغون الدعوة وما تحملوه من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله، هذا يعينك على أن تثبت، وبالأخص في زمان الغربة. نحن الآن في زمان الغربة، فالإسلام غريب بين أهله وبين أدعيائه، فلا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، أما أحكامه فهي مهجورة، رموها وراء ظهورهم. لا يعلمون من المصحف الكريم إلا رسمه، أما أحكامه وأخلاقه وأدابه فإنها منبوذة. ينتمون للإسلام ويدعون الإسلام، لكن واقعهم المزري الفظيع يشهد أنهم في بعد عن هذا الإسلام. أين إسلامنا في بيوتنا؟ أين إسلامنا في شوارعنا؟ أين إسلامنا في التعامل بيننا؟ أين إسلامنا في أخلاقنا وأدابنا؟ أين وأين وأين فتراكمت علينا هذه؟ أين؟